السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب جمهورية مصر العربية سنة أولى ثانوي، أهلا وسهلا بيكم. أنا جمال العاشي، مدرس المواد الفلسفية، وأنت بتتفرج عليا دلوقتي. بص يا سيدي، خلصنا الموضوع الأول بتاعنا ودخلنا في الموضوع التاني من المنهج، وتلاقيت عندك 3 موضوعات ب6 حصص. خلصنا منهم حصتين دول الموضوع الأول، والنهاردة بدأنا في الموضوع التاني الحصة التالتة. بص يا سيدي، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه كائن مفكر، وده اللي انت خدته في الترم الاول. لما بتواجهك مشكله في حياتك، ايا كان المشكله دي، متعلقه بقى بالدراسه، بالحياه الشخصيه، حاجه في البيت عندك، حاجه في المدرسه، بتبدا تعمل ايه؟ تشوف ليها حلول، 3 4 حلول، 5 حلول، 6 حلول، وبعد ما تشوف الحلول بتختار انسبهم، وبعد ما بتختار انسبهم بتشوف طريقه تنفيذه ايه. السؤال، كل اللي انت عملته ده اسمه ايه؟ اسمه تفكير. فالتفكير فيه تفكير علمي وتفكير بلا هدف. عارف انت لما تبقى قاعد كده تقول لك ايه؟ هي المالا نهايه دي نهايتها فين؟ اللي هو صباح الفل ولا اي بتنجان. ولكن التفكير العلمي بيبقى تفكير هادف وموجه وليه خطوات معينه. وهو ده موضوع النهارده، التفكير العلمي. تعال اشرح لك التعريف بسلاسة كده، هو الدرس جميل ولذيذ بس الأسئلة اللي مطولة معانا شوية. بص يا سيدي، بيقول لي تعريف التفكير هو العملية العقلية. الناس بتفكر بإيه؟ بدماغها. حلو، يبقى بيقول لي هو العملية، نختار أنهي لون يا ولاد؟ ماشي، اللون ده عندنا منه. طيب نختار لون تاني، ده طلع عندنا منه، نختار اللون ده، ده ما عندناش منه. ماشي، هو العملية العقلية، الدماغ بتشتغل، بيقوم بيها مين؟ الفرد اللي هو الإنسان اللي هو سيادتك. ليه بتفكر؟ علشان تفهم العالم المحيط. إيه هو العالم المحيط؟ كل ما يحيط بالإنسان هو ده العالم بتاعك، بتحاول تفهمه. حاول تفهم التليفون اللي معاك ده بيشتغل إزاي؟ بتحاول تفهم التابلت بيشتغل إزاي؟ بتحاول تفهم الكمبيوتر بيشتغل إزاي؟ إحنا بنحاول هنا نفهم الكاميرا بتشتغل إزاي؟ والشاشة بتشتغل إزاي؟ إلى آخره. بنحاول نفهم العالم المحيط وما يواجهه من مشكلات وقضايا، ونفسرها يعني نعرف أسبابها، فاكر؟ تفسير يعني أسباب، وإيجاد حلول لها، بنحاول نفكر في حلول. طيب هنا المشكلة دي سببها إيه؟ حلولها إيه؟ حلو، بعد ما فكرت ده علشان أوصل لنتائج جديدة، أوصل لنتائج جديدة. يبقى تاني، هو العملية العقلية اللي بتساعد الإنسان إن هو يفهم العالم المحيط به وما يواجهه من قضايا ومشكلات ومحاولة تفسيرها والوصول إلى حلول علشان يقدر يطلع بنتائج جديدة. وضحت؟ طيب بيقول لي فالتفكير العلمي تفكير منظم. إيه الفرق ما بينه وما بين التفكير الغير علمي؟ التفكير الغير علمي بيكون تفكير عشوائي، بتفكر بلا هدف بلا اتجاه. أما التفكير العلمي هو تفكير منظم، يمكن استخدامه في الحياة اليومية، في حياتك اليومية، أكلك شربك نومك، كل حاجة تعملها بتكون مفكر فيها بشكل إيه؟ بشكل منظم. وفي علاقتنا مع الناس ومع العالم المحيط بينا. ليه؟ قال لي لأن التفكير العلمي يقود عادة إلى مبادئ. إيه هي المبادئ؟ إيه هي مبادئ التفكير العلمي؟ بيقود إلى مبدأ رقم 1 اسمه مبدأ العلية أو السببية، ومبدأ اسمه عدم التناقض. عارف أنت كده مثلا إيه؟ في تانية ثانوي في عندي نوع من القضايا كده اسمه قضايا تكرارية، وفي عندي قضايا متناقضة. القضايا المتناقضة بندي مثل كده على عمرو دياب لما قال ايه؟ انا عايش ومش عايش ومش، يعني اجي لك امتى؟ ازاي عايش ومش عايش؟ ازاي جمعت ما بين الاتنين؟ ما بين الموت والحياة، الاتنين دول نقيضين لا يجتمعوا. الابيض وغير الابيض لا يجتمع في الشيء الواحد. فاهم قصدي؟ طيب، تعالى بقى كده، قال لي عدم اثبات الشيء ونقيضه. مفيش تفكير علمي بيثبت الشيء ونقيض الشيء، ده رقم 1. رقم 2، مبدأ اسمه مبدأ السببية أو العلية، يعني مفيش حاجة بتحصل في الدنيا ملهاش سبب، ملهاش علة. في مشكلة يبقى كان ليها أسباب، مفيش حاجة بتحصل من قبيل الصدفة. رقم 3، أنه من المحال أن يحدث شيء من لا شيء، يعني مفيش حاجة ممكن تحصل من اللا وجود أو العدم، لازم في حاجات تحصل من حاجات. تمام؟ طيب بيقول لي مثال، وجود الحركة هو سبب وجود الحرارة، والحرارة سبب في تمدد المعادن. يبقى أنا النهاردة كل حاجة ليها
سبب وما ينفعش اجتمع الشيء ونقيضه. طيب ايه هي بقى الخصائص بتاع التفكير العلمي؟ ودي مهمة جدا 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 تركز عليها. اول حاجة التفكير العلمي هادف. التفكير العلمي هادف يعني ايه هادف؟ يعني مقصود، يعني انا قاعد دلوقتي بفكر في موضوع معين ومشكلة معينة، يبقى التفكير بتاعي محدد ومقصود وهادف، يعني انا في هدف من وراء ان انا بفكر. حلو. التفكير العلمي نشاط المقصود وليس تلقائي، لان العالم يهدف من ورائه الى دراسة الظواهر علشان يقدر يوصل للقوانين العامة اللي بتحكم الظاهرة دي. واداني مثال على علماء النفس، قال لي عالم النفس لما بيجي يدرس سلوك الانسان بيدرسه ليه؟ قال لي بهدف معرفة القوانين العامة اللي بتحكم السلوك الانساني. طب عالم الفيزياء بيدرس، قال لي بهدف معرفة القوانين العامة اللي بتحكم الظواهر الطبيعية. يبقى مفيش عالم بيفكر بلا هدف، وإنما كل واحد لما بيبدأ تفكيره بيكون عنده هدف معين عايز يوصله. فالتفكير هنا ماله؟ هادف، يعني مقصود وليس تلقائي. وضحت؟ وضحت؟ تعال بقى على رقم 2، الحرية. يعني ما ينفعش سيادتك تقول لي افكر في ايه وتحجم تفكيره، تقول لي فكر في كذا وما تفكرش في كذا. العالم بيطرح سؤال وبيحاول يوصل لإجابة عليه، ما تحكموش انت بالأسئلة. فبيقول لي رجل العلم له مطلق الحرية في اختيار الموضوع اللي هو هيدرسه، تمام، وفي نقد ما يراه بشرط ان هو ايه؟ يقدم أدلة جديدة. طيب تعال ناخدها واحدة واحدة. لما سيادتك ان شاء الله باذن الله تكبر او تعرف حد بيحضر رساله الماجستير او الدكتوراه، هل هو بيروح بيقولوا له في الموضوعات دي حضر في الموضوع الفلاني؟ لا، هم بيدوا له حريه ان هو يختار موضوع الرساله. هو اللي بيقعد يعمل الاول للاخر، هو اللي بيختار العنوان بتاع الرساله والموضوع والعينه و و و الى اخره. يبقى هو هنا عنده حريه ولا مقيد؟ لا، عنده حريه في اختيار الموضوع والعينات والدراسه الى اخره. رقم 2، وهو بيعمل الرسالة، وهو بيعمل الرسالة شاف ان فيه نظريات اتعملت قبل كده ورسائل قبل كده ومعلومات قبل كده هي غلط، هل مش من حقه ينتقدها؟ لا، من حقه طبعا. من حقك ان انت يكون عندك حرية في نقد الاراء التانية، بس ما ينفعش انقد من اجل النقد وخلاص، وانما نقد بناء. يعني ايه؟ يعني بقول النظرية دي غلط بدليل 1 2 3 4. يبقى انقد بس معايا ادله، انقد بس معايا ادله. يبقى رقم 1 من خصائص التفكير العلمي من تفكير ايه؟ هادف. يعني ايه هادف؟ يعني مقصود مش تلقائي. رقم 2 اللي هو ايه؟ حر. فالشخص العالم حر، حر في 2، حر في واحده وهي اختيار الموضوع، الثانيه حر في انتقاد النظريات القديمه بس يكون معاه دليل على صحه النظريات الجديده. فبقول لي اختيار الموضوع والنظريه التي يبدا بها، واداني مثال اختيار دكتور زويل لنظريه تقسيم الزمن حتى توصل الى نظريه الفيمتو ثانيه. واثنين، نقد ما يراه بشرط ان هو يعمل ايه؟ يقدم الادله والبراهين التي يوافق عليها اعضاء الجماعه العلميه. مثال، قال لي لما رفض النظريه اللي قالت ان الارض بيضاويه الشكل وقدمت ادله علميه ان الارض كرويه الشكل، وكان هذا سببا في اكتشاف الامريكتيين، امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية. رقم 3، العمومية. من خصائص التفكير العلمي العمومية، حيث يهتم رجل العلم بعملية ادراك العلاقات اللي ما بين الشواهد الحسية والتصنيف. فاكر التصنيف؟ فاكر التصنيف اللي خدناه المرة اللي فاتت؟ ما بين الشواهد الحسية والتصنيف والتعميم والتجريد حتى يصل الى قانون علمي عام. يعني ايه قانون علمي عام؟ يعني انا النهارده لما اقول لسيادتك كل المعادن تتمدد بالحراره، مش الحديد معدن؟ بيتمدد بالحراره. النحاس معدن؟ بيتمدد بالحراره. كذا معدن، واجيب قانون واقول لك ايه؟ كل المعادن تتمدد بالحراره. القانون هنا عام على كل المعادن ولا خاص بمعدن لوحده؟ عام، يبقى العموميه. فبيقول لي هنا كده لكي يصل قانون عام يحكم كافة الجزئيات المتعلقة به زي قانون تمدد المعادن. بيقول ايه؟ كل المعادن تتمدد بالحرارة، او قانون الغازات اللي هو كل غاز اذا زاد ضغطه ماله؟ ها؟ قل حجمه. عارف انت كده لما تفتح بوابة البوتاجاز تلاقي بتعمل ازاي؟ تفضل مستمرة على طول. طيب لما تيجي مثلا ترش برفان ايه اللي بيحصل؟ هي رشة واحدة. ليه؟
لان الفرق ما بين الاثنين ان ده مش مضغوط، البرفان ده مش مضغوط، اما الغاز هنا ماله مضغوط، فكل ما ضغط وكل ما قل ايه قل حجمه، لدرجه ان هو يبقى ايه في الانبوبه مثلا بتاعت البوتاجاز دي، ولكن بتشتغل معانا مثلا 20 يوم ولا حاجه 15 يوم، كل ده غاز موجود فيها. السبراي مثلا اللي بنرشه للعرق والكلام ده كله، ممكن العلبه تقعد معانا فتره طويله وهي حجمها ايه؟ حجمها صغير. ليه؟ لان حصل لها ضغط، اتضغطت. عشان كده يقول لك ايه؟ الحاجات اللي زي كده المضغوطه اوعى تقربها، سواء اوعى تحطها في الشمس، تعرضها للشمس في الصيف، او تعرضها من مصدر حراره. ليه اللي يحصل؟ ممكن تنفجر على طول. طيب رقم 4 الموضوعيه. يعني ايه الموضوعيه؟ الشخص الموضوعي اللي هو ما بيحكمش بعواطفه ومش متحيز لشيء. فبيقول لي هنا كده: اي البعد عن المعتقدات الذاتيه والرغبات والمصالح الشخصيه في موضوع البحث. انا بعمل بحث معين، ماليش دعوه بقى انا افكاري ايه ومعتقداتي ايه ومصلحتي الشخصيه ايه، وانما انا بتكلم فين؟ في المجمل العام، العام بالنسبه للناس كلها، العقل بيقول ايه. فبيقول لي مثال: بحث علمي موجه لخدمة الإنسانية وتحقيق سعادة البشر. 2 اكتشاف الأنسولين لعلاج مرض السكر، هدفه خدمة الإنسانية عامة. فهو شخص موضوعي، ما كانش بيعمل كده علشان مصلحة شخصية ليه هو. رقم 5 كمي. يعني ايه كمي؟ قال لي كمي يعني هنا كميات أرقام. يعني ما ينفعش في التفكير العلمي سيادتك تيجي تقول ايه؟ مستر احنا لو جبنا شوية اكسجين على شوية ثاني اكسيد الكربون على شوية فتات الباسيوم هيطلع لنا شوية كذا. ايه شوية دي؟ مفيش تفكير علمي اسمه كده، وانما التفكير العلمي بيماله محدد جدا. ولذلك هتلاقي المعادلات بتاعت الرياضة، الكيمياء، الفيزياء، كل دي حاجات عبارة عن ايه؟ ارقام ورموز، فهي كميات. طيب تعالى ناخد بقى الموضوع بالتفصيل كده. فبيقول لي كمي: تعد الرياضيات هي لغة الباحث الأرقام. الرياضيات يعني الأرقام، هي لغة الباحث. كلمني بلغة الأرقام للتعبير عن التقديرات الكمية في موضوع بحثه. بيديني مثال: الاستخدام لغة الرياضيات في مختلف العلوم بيعطيها الدقة في التعبيرات عن قوانينها ونظرياتها. مثال: اللي تستخدم الفيزياء المعادلات الرياضية للتعبير عن قوانينها ونظرياتها. وهتلاقي جاي لك في السؤال إيه؟ كميات ومقادير، سواء هي حروف أو أرقام أو رموز. طيب السؤال اللي بعد كده، المثال او البند اللي بعد كده من خصائص التفكير العلمي الاستمرارية. يعني ايه الاستمرارية يا عشري؟ اكتشفنا قانون اسمه قانون الجاذبية، او اكتشفنا نظرية اسمها النظرية النسبية، او اكتشفنا اي حاجة. حلو، خلاص اكتشفناها تتحط في الكتب وتتركن؟ قال لي لا، نكمل عليها ونقدر نطلع منها بكل جديد ونطور. ماشي، انا كشخص اخترعت تليفون. بيعمل ايه التليفون ده؟ بتشغله بقى بايا كان الطريقه، وتقعد بزراير وتلف البكره. فاكرين العدد بتاع زمان اللي بتلف الارقام ببكره كده؟ حلو، وده بيعمل ايه؟ بتصل بحد، لازم يكون هو في بيته وانا في بيتي، او هو جنب التليفون وانا جنب التليفون. خلاص على كده دي اعظم الاكتشافات العلميه؟ قال لي لا، لازم يكون في استمراريه للاختراع ده. طب ليه التليفون ما يبقاش مع الانسان جوه البيت وبره البيت؟ طب بره البيت نعملها ازاي؟ التليفون المحمول. حلو، فبقى التليفون المحمول ده اللي الشخص بيشيله. كان زمان كده لو سألت بابا كانوا بيجيبوه في جرابات وبيحطوه كده زي الطبنجة بتاعت الضباط دلوقتي، عشان اللي معاه تليفون يبقى حاطه كده ايه ماشي بقى، اللي هو احدث حاجة ده انا معايا تليفون. والتليفون كان عامل ازاي؟ كان تليفون صغير كده قد مثلا حجم الثلاث صوابع، وطويل جدا، وكله زراير، وما كانش فيه مكان للشاشة غير حتة بتاع 5 سنتي كده ولا 4 سنتي، وليه اريال كده، كانت حالته صعبة جدا. طيب نفضل على كده؟ لا، نطور في التليفون ونركب له كاميرا ونخلي فيه راديو ونخليه يعرض فيديوهات ونعمل كذا، ونشيل الزراير دي نقللها ونخلي الشاشه فيها تاتش وزراير. طب نشيل الزراير خالص ونخلي الشاشه كلها تاتش، ونعلي في الامكانيات والتصوير وكل الحاجات دي. يبقى معنى كده ان هم اكتفوا بالاختراع، وانما عملوا ايه؟ ما اكتفوش، وانما استمروا في التطوير. فبيقول لي هنا كده من خصائص التفكير العلمي الاستمراريه، فالتفكير العلمي مستمر باستمرار وجود الانسان. فالعلماء يفكرون ويبحثون في عمل تعاوني يهدف إلى الإضافة والتجديد لما سبق. بيديني مثال، قال لي: توصل العلماء لنظريات علمية تفسر ظواهر الطبيعة والكون، وتزيد من سيطرة الإنسان على الطبيعة، وكل ما يتوصل العلماء إليه من نظريات يضاف إلى ما سبق. يضاف إلى ما سبق. أنا عندي نظريات وبضيف نظريات جديدة.
رقم 7 إجرائي. يعني إيه إجرائي؟ قال يعني ما بيسألش عن ماهية الشيء. كلمة ماهية يعني طبيعة. كلمة ماهية الشيء يعني طبيعة الشيء. لا يسأل عن طبيعة الشيء الثابت، بل يسأل عن أوصافه وحركاته الظاهرة التي يمكن التحكم فيه ملاحظتها وقياسها بأدوات ملائمة. واداني مثال وقال لي يستخدم التفكير العلمي مجموعة من الإجراءات العمليات، يعني مثل ملاحظة الظاهرة بالحواس أو الأجهزة، ثم التجارب، ثم حاجة اسمها فرض الفروض، ثم التوصل لقانون علمي بيفسر الظاهرة. يبقى أنا عندي ملاحظة، ثم تجربة، ثم فرض فروض، ثم الوصول لقانون عام. يبقى تاني كده من الأول، احنا بنتكلم في حاجة اسمها التفكير العلمي، وقلنا التفكير العلمي هو عملية عقلية منظمة بتحاول الإنسان فيها إن هو يفهم العالم المحيط بتاعه ويعرف مشاكله وقضاياه ويحاول يتوصل لأسبابها ويحط لها حلول بهدف الوصول إلى نتائج. ومن خصائص التفكير العلمي أو إن التفكير العلمي بيبقى عنده حاجات ثابتة، إن ما ينفعش يجمع فيه ما بين نقيضين اللي هو الشيء وعدمه في نفس الوقت، وإن مفيش حاجة عنده ملهاش سبب، فبيبقى عنده مبدأ اسمه مبدأ العلية أو مبدأ السببية. وبعد كده كلمني في خصائص التفكير العلمي، فقال لي رقم 1 هو هادف. يعني إيه هادف؟ يعني تفكير منظم محدد مش تلقائي ولا عشوائي. رقم 2 قال لي الحرية، والحرية كانت عندي في نقطتين، الحرية في اختيار العالم للموضوع اللي هو هيدرسه، والحرية في ان هو ينقد الآراء. ليه ينقد الآراء؟ قال لي ينقد الآراء بتاع النظريات السابقة، بس بشرط ان هو يكون جاب ايه؟ أدلة جديدة على نظريته. رقم 3 قال لي العمومية. يعني ايه العمومية؟ يعني هو يوصل في الآخر لقانون عام بيشمل كل الجزئيات والفرعيات اللي داخل ده. زي ايه؟ لما قلت لك انا عندي حديد وعندي نحاس وعندي ذهب وعندي ألمونيوم، كل دي اسمها معادن. فلما بنعمل قانون بيقول لك ايه؟ كل المعادن تتمدد بالحرارة. يبقى القانون هنا شمل كل المعادن، مش هقعد اقول لك الحديد لوحده والنحاس لوحده والذهب لوحده الى اخره. رقم 4 الموضوعية. يعني ايه الموضوعية؟ يعني البحث العلمي ما ينفعش يتأثر ولا بمعتقدات دينية او سياسية ولا بآراء شخصية ولا بمصلحة فردية. موضوعي يعني العقل بيقول ايه. رقم 5 قال لي انه يكون كمي، وكمي معناه ان البحث العلمي بعبارة عن لغة ارقام ومعادلات دقيقة جدا. رقم 6 تراكمي. رقم 6 الاستمرارية. الاستمرارية معناها ان الانسان ما بيقفش عند حاجة معينة، وانما نظريات بتضاف للنظريات وبنجدد وبنطور فيها باستمرار. اخر حاجة رقم 7 اجرائي. يعني هو ما بيسألش عن ماهية الشيء، وانما بيسأل عن اوصافه، ما بيكتفيش بماهية الشيء، بيسأل عن اوصافه وحركته عشان يشوف القانون اللي بيحكمه. وتعالى بقى نخش على الجزء الخاص بالاسئلة. في الجزء الخاص بالاسئلة انا هقول السؤال، فانت هتدوس ستوب على الفيديو وتحاول تجاوب، وبعد كده تشغل الفيديو تاني علشان خاطر تعمل ايه؟ تقارن ما بين اجابتي واجابتك وتصحح افكارك بحيث ان احنا نتجنبها في المراجعات. يلا بسم الله. السؤال بيقول انا لم افعل اي شيء عن طريق الصدفة، ولا اي من اختراعاتي جاءت عن طريق الصدفة، بل جاءت عن طريق العمل. توماس اديسون. تعبر المقولة السابقة عن احد خصائص التفكير العلمي، هو انه هادف، الحرية، العمومية، الموضوعية. بيقولك انا ما عملتش حاجة صدفة، ولكن كل حاجة جت عن طريق العمل. انا كنت قاصد ده. يبقى ايه؟ رقم 1 برافو عليك. الف تفكير من ضمن خصائص انه تفكير هادف وليس تلقائي ولا عشوائي. السؤال اللي بعد كده بيقول التباني وهو اول من قال بان البتاني هو اول من قال بان المحيط الهندي يتصل بغيره من البحار. تعبر المقولة السابقة عن احد خصائص التفكير العلمي، وهو هادف، كمي، العمومية، الموضوعية. اول واحد قال ان المحيط الهندي ده، المحيط الهندي ده متصل بغيره من البحار. طيب طالما قال كده يبقى التفكير عنده كان هادف ولا كمي ولا عام ولا موضوعي؟ ها يلا ألف باء جيم دال، دوس ستوب وبعدين قول الإجابة. قال لي لا، طالما هو قال كده، طالما هو قال كده ودي حقيقة، فهو الموضوع هنا ماله؟ موضوعي. السؤال اللي بعد كده حقل
الفيزياء الرياضية الذي لا يعتمد على دراسة المادة مباشرة بل يتوصل إلى نتائجه عبر معادلات رياضية بحتة، يعد ذلك من هادف كمي عمومية موضوعية. طيب طالما بيتوصل للنتائج عن طريق معادلات رياضية بحتة يبقى هو ماله كمي أرقام. السؤال اللي بعد كده بيقول التحليق في الفضاء الخارجي لم يكن ممكنا إلا على أساس وضع مجموعة نظريات تمهد لتحقيقه بالفعل، بعضها يتعلق بالحركة وبعضها يتعلق بالفلك والرياضيات، أضف إلى ذلك النظريات التي تتعلق بالإنسان من الناحيتين العضوية والنفسية والتي ترصد ردود أفعاله خارج نطاق الأرض، يعد ذلك هادف كمي عمومي موضوعي. طيب النهاردة بيقول لي إيه؟ ده لم يكن ممكنا إلا على أساس وضع مجموعة من نظريات، في نظريات كتيرة بتمهد عشان تحقق ده بالفعل. النظريات دي متعلقة بالحركة والفلك والرياضيات، حلو. بالإضافة لجديد النظريات دي بقى النظريات النفسية والعضوية للإنسان اللي هتشوف هو ممكن يعمل إيه خارج نطاق الأرض. يبقى معنى كده إن التفكير كان هادف ولا كمي ولا عام، يعني بيشمل كل حاجة، ولا موضوعي لا يتعلق ولا بأشخاص ولا بمعتقدات ولا لا، هنا هنختار كمي لأن هو بنى الموضوع بناء على نظريات كتيرة، وطالما نظريات يبقى فيه معادلات كان معمول حسابها بدقة. السؤال اللي بعد كده بيقول كان البابليون القدماء يجرون الحساب بتكرار القاعدة 60 بدلا من 10 المستخدمة الآن، ولهذا نجد أن الدقيقة تحتوي على 60 ثانية والدائرة 360 درجة. تعبر المقولة السابقة عن أحد خصائص التفكير وهو إيه؟ كمي أرقام. كل معرفة بمثابة جواب عن قضية، تعبر المقولة السابقة عن أحد خصائص التفكير العلمي وهو أنه هادف الحرية العمومية الموضوعية. كل معرفة اللي هي كل نظرية أو اكتشاف أو قانون بمثابة جواب عن قضية، يبقى معنى كده طالما هي جت إجابة على سؤال يبقى التفكير فيها كان تفكير هادف. السؤال اللي بعد كده بيقول لي الخوارزمي أول من ألف في الحساب والجبر بطريقة علمية منظمة واستعمل الأرقام في الحساب. تشير المقولة السابقة على خصائص التفكير العلمي وهو الكمية لأنه بيتكلمني عن أرقام. السؤال اللي بعد كده بيقول ليبنتز فيلسوف ورياضي ألماني بيقول إن مبادئ العقل هي عصب وروح الاستدلال وهي ضرورية له كضرورة العضلات والأعصاب لظاهرة المشي. يعبر ذلك عن مبادئ التفكير العلمي التي نطبقها دون شعور، مثل استحالة تأكيد الشيء ونقيده في آن واحد، ليس لكل حادث سبب، من المؤكد حدوث شيء من لا شيء، الأشياء تحدث فجأة دون سبب. خد بالك ان انت عندك هنا تلات اجابات غلط ما ينفعش تختارهم اصلا حتى لو مش دارس. بيقول لي ليس لكل حادثه سبب، ما فيش حاجه ليها سبب، غلط، لان كل شيء بيكون ليه سبب. الاشياء تحدث فجاه دون اسباب، غلط، لان كل حاجه ليها سبب. من المؤكد حدوث الشيء من لا شيء، ينفع حاجه تحصل من العدم؟ لا. فكل اللي جاوب اجابه رقم الف احب اقول له برافو عليك، اجابه صحيحه، استحاله تاكيد الشيء ونقيده في ان واحد. طيب السؤال اللي بعد كده يلا بقى نشد الاحزمه ونجري بسرعه. دعا ابن خلدون الى الرحمه بالاطفال وعرض استعمال الشده تجاههم وبين المفاسد الخلقيه والاجتماعيه التي تنجم عن القسوه، وقال ان القهر والعنف يقضيان على انبساط النفس ونشاطها ويفسد معاني الانسانيه. تشير المقوله السابقه على احد خصائص التفكير العلمي وهو انه هادف حريه عموميه موضوعيه. طالما قال رحمه بالاطفال وعرض استعمال الشده يبقى لازم يكون عندهم حرية. السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 219، مالكش دعوة بالأرقام بتاعت السؤال. يعتبر ابن سينا أول من اخترع المخدر قبل الجراحة وسماه المرقد، وكذلك اخترع أول حقنة حقن أدوية في الجسم وسماها الذراقة. تشير المقولة السابقة على أحد خصائص التفكير العلمي وهي أنه هادف الحرية العمومية الموضوعية. أول واحد اخترع يبقى كان عنده حر بيختار الموضوع اللي هو عايزه. السؤال اللي بعد كده ابتكر ابن سينا أول جراحة للأعصاب المقطوعة واكتشف مرض شلل عصب الوجه، وهو أول من وضع قواعد جراحة السرطان والتي هي قواعد العلاج الجراحي لهذا المرض في الطب الحديث. تشير المقولة السابقة على خصائص التفكير العلمي وهو الحرية. السؤال اللي بعد كده سؤال رقم مالكش دعوة برضه 221، الحقيقة هي الحرية، الحقيقة هي الحرية أو أيانها نوع من العلاقات بين الإنسان والعالم، فرجل العلم مطلق الحرية في نقد أو تعديل ما يراه، الذاتية، الشهرة، الاستمرارية.
لا طبعا معانا واحده بس وهي نقد او تعديل ما يراه، والتاني اختيار الموضوع. السؤال اللي بعد كده بيقول: اول من استخدم الجذر التربيعي هو العالم محمد بن موسى الخوارزمي، واول من استعمله للاغراض الحسابيه هو العالم ابو الحسن علي بن محمد القلصادي الاندلسي الذي ولد عام 825 هجريا وتوفي سنه 891 هجريا، وانتشر هذا الرمز في مختلف لغات العالم. تشير العبارة السابقة لأحد خصائص التفكير العلمي، وهو طالما هو استخدم الجذر التربيعي يبقى أرقام. حلو. طيب بعد كده انتشرت في عدد تفكير: هادف ولا حرية ولا استمرارية ولا موضوعية. طيب انتشر هذا الرمز في مختلف لغات العالم. حلو، يبقى معنى كده ان هو كان ايه؟ مستمر، الاستمرارية. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: كان القزويني شأن علماء عصره موسوعيا يهتم بالفقه والجغرافيا والفلك، إلا أن أعظم أعماله شأنا كان علم الأرصاد الجوية، وألف إلى جانب ذلك العديد من كتب الجغرافيا والتاريخ والطبيعة. يدل ذلك على أن التفكير العلمي هادف حر ذاتي موضوعي حر. السؤال اللي بعد كده بيقول أرسطو: للحكم على شيء خاص لابد أن يكون الإنسان على علم خاص بذلك الشيء، وعبر ذلك عن أن التفكير هادف حرية عمومية موضوعية. هادف بفكر بحاجة أنا عارفها، يعني حاجة منظمة وحاجة مقصودة. يبدو أن البتاني هو أول من وضع علم المثلثات لخدمة الفلك، كما كان أول من أولى المثلثات القروية العناية، فكان العالم المؤمن الذي لم يضطر بعلمه بل استعمل علمه لمعرفة الله تعالى. يعبر ذلك عن أن التفكير هادف حر عمومية موضوعية. طيب بص يا سيدي، هنا هتبقى الإجابة حرية. السؤال اللي بعد كده: تناول القزويني بالتحليل ظاهرة كسوف القمر وكسوف الشمس مع تقديم وصف دقيق للظاهرتين مع أسباب وتعليلات مبهرة، من أبرز مؤلفاته آثار البلاد وأخبار العباد. يعبر ذلك عن التفكير العلمي يتميز بأنه هادف حر إجرائي موضوعي. طيب هو هنا تحاول بالتحليل، تناول بالتحليل ظاهرة معينة اللي هي كسوف القمر وكسوف الشمس، وقدم وصف دقيق للظاهرة، وصف دقيق للظاهرة أو للظاهرتين مع الأسباب والتعليلات المبهرة، وألف فيها مؤلفات. بمعنى كده إن هو كان التفكير عنده هادف ولا حر ولا إجرائي ولا موضوعي؟ التفكير عنده كان إيه؟ ها؟ التفكير كان عنده حر. طيب السؤال بعد كده: وجه بيكون همته وفلسفته نحو المسائل العلمية وما يسعد الناس، يدل ذلك على أن التفكير العلمي ماله؟ أنا هنا عندي ماله؟ موجه، وجه همته وفلسفته نحو حاجة معينة، يبقى هادف. السؤال اللي بعد كده يقول باروخ اسبانيوزا، ده تاخده في سنه ثالثه ثانوي لو كملت ادبي: ان الحريه ضروريه تماما للتقدم في العلم والفنون الحره. تعبر المقوله السابقه عن احد خصائص التفكير العلمي، وهي ها بيقول لي الحريه ضروريه، يبقى الحريه على طول. السؤال اللي بعده يقول باروخ اسبانيوزا: هو وحده الحر من يعيش بموافقه حره تحت توجيهات كامله من المنطق. تعبر المقوله السابقه عن احد خصائص التفكير العلمي، وهي الحريه. طيب السؤال بعد كده سؤال رقم 235 بيقول: القانون هو التعبير عن العلاقات الضرورية الموجودة بين الظواهر تعبيرا رياضيا كميا. طالما قال لي الرياضي كمي يبقى على طول ايه؟ كميات. قول الحق ولو على نفسك، تدل العبارة على قول الحق ولو على مصلحتك، بيدل على ايه؟ الموضوعية، ما بيتأثرش بأي حاجة، ما بيتأثرش ولا بأخصاء ولا بحاجات ذاتية ولا سياسية ولا دينية ولا معتقدات. السؤال بعد كده: الحياة قيادة كقيادة الدراجة، فأنت لا تسقط عنها إلا إذا توقفت عن تحريك الدواسات. طيب طالما بيقول لي إن هي زي العجلة مش تقع من عليها إلا لو وقفت خالص، يبقى معناها إن هي إيه؟ الاستمرارية. السؤال اللي بعد كده سؤال رقم: إن أساس نظريات جاليليو وجاوس ونيوتن وأويلر وفرادي مستمدة بالكلية من نظريات العلم، من نظريات العالم ثابت ابن قرة الذي لم يسمعوا عنهم في حياتهم، تدل عبارة على الاستمرارية العمومية الموضوعية الحرية الاستمرارية. ابن خلدون: أول العمل آخر الفكرة، وأول الفكرة آخر العمل، تدل عبارة على الاستمرارية العمومية الموضوعية الحرية. أول العمل هو آخر الفكرة، فكرة في آخرها بيبقى عمل، وأول الفكرة بيكون هو إيه؟ آخر العمل. بمعنى كده لازم الموضوع يكون مستمر. إذا أبدأ من حيث انتهى آخر رجل توماس أديسون، استمرارية. السؤال اللي بعده سؤال بيقول، خلينا في السؤال ده: اكتشاف الأنسولين لعلاج السكر، تعبر العبارة على العمومية الموضوعية الاستمرارية الحرية العمومية. ليه؟
لان هو لما اكتشف الانسولين بيعالج السكر، اي حد بيتعالج منه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده ونهايه اسئله النهارده. مستنيكم في اللايف، اي حد عنده اي سؤال، اي حد عنده اي استفسار، اي حد عنده اي جزء في الماده مش فاهمه، جهزوا اسئلتكم ومستنيكم على خير باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.